إذن للوقوف على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي مراسلنا من هناك الزميل ناصر الرميثي. أهلا ناصر، وتفضل لتطلعنا أكثر عن قمة المليار متابع وحفل الافتتاح أيضا. نعم بالفعل، تعد القمة التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد تحت شعار لنتواصل هي أكبر تجمع لصناع المحتوى والمؤثرين في العالم، ومنصة لصناع المحتوى وممثلي منصات التواصل الاجتماعي ومؤسسات إنتاج المحتوى، كذلك لفتح آفاق متجددة لمزيد من التعاون والعمل المشترك. طبعا الآن يسعدني أن تنضم إلي أحد أهم صانعات المحتوى في الوطن العربي من العراق، السيدة قمر الطائي. سيدة قمر، نرحب فيك معنا على تلفزيون أبو ظبي. كلمينا عن أنت مشاركة في هذه القمة، قمة المليار متابع، وأنت أحد أهم صناع المحتوى في الوطن العربي، فكلمينا عن أهمية هذا التجمع بالنسبة لك. صراحة تجمع جدا جميل، وحبيت الفكرة أنه مفيد لصناع المحتوى الجدد المبتدئين، رح يعطيهم خبرة، رح يخليهم يلتقون بالناس الأقدم من عندهم. اكسبيرينس صراحة جدا حلوة وناجح، يعني مثل ما تشوفون. اوكي، لقائك مع وكالات صناع المحتوى والشركات الأجنبية والمشاركين الآخرين، كيف تساعدك في تبادل الخبرات والتعاون بينهم؟ أكيد أهم شيء هو صانع المحتوى هو العلاقات، التعرف على صناع محتوى آخرين، الشركات، هذا كله بالأخير حيكون بزنس، حيكون استفادة من الطرفين، فهذا المكان صراحة أنسب مكان لهذا الشيء. القمة، أنتم طبعا تحملون مسؤولية كبيرة كصناع محتوى وضروري أنكم تتعاونون، فكلمينا عن المسؤولية اللي تحملونها على عاتقكم. مسؤوليتنا صراحة جدا كبيرة، لأنه أكو ملايين دي يتابعونا، فبالأخير ممكن يكون في أطفال، ممكن يكون في ناس صغار دي يقتدون فيك، فلازم تنتبه على كل شيء تسوي، كل شيء تحكي، لازم تكون قدوة حسنة للناس دي يتابعوك. أوكي، أخيرا برأيك شو اللي تتمنين تشوفينه مخرجات من هذه القمة من صناع المحتوى؟ أتمنى أن جد صناع المحتوى جدد يستفادون، حتى إحنا الناس القدام نأخذ علاقات، نتعرف على ناس، يعني استفادة هي حلوة صراحة وتجربة جدا جميلة. أوكي سيدة قمر الطائي، نتمنى لك كل التوفيق. Thank you so much. شكرا. شكرا. طبعا نصائح مهمة نستلهمها من خبرة المتحدثين والمتواجدين هنا في قمة المليار متابع. بناء علاقات قوية في صناعة المحتوى هي أحد ركائز القمة، والتي ستستعرض أحدث الترندات وأكثرها ابتكارا التي سترسم ملامح مشهد التواصل الاجتماعي مستقبلا. مراسلنا من دبي ناصر الرميثي، شكرا جزيلا لك.